اشتريك عشان ما اضحكش عليك، لو عايز تكمل براهيم موسم ما عنديش اي مشكله انك تكمل بيه السنه الجايه، طول ما هو بيقدم كره جميله، طول ما توتنهام بيحاول يلعب الكره بتاعته، الكره اللي احنا مستمتعين بيها من ايام فتره موريسيو بوتشيتينو، الكره الحلوه اللي توتنهام بيقدمها دي، ما عنديش اي مانع انك تكمل بيه. جبت جراهام بوتر، جبت مدير فني محترم السنه الجايه تمام، انما ما جبتش وكملت براهيم موسم انا هبقى مبسوط وابقى مرضي جدا كواحد بيتابع مباريات توتنهام كلها، عشان ما اضحكش عليك الراجل بيقدم اداء انا ما شفتوش مع موسم جوزيه مورينيو كامله تمام. السنه اللي فاتت لما كان بيحاول ينقذ الموسم وبيحاول ان هو يوصل للاوروبا ليج، ولا السنه دي من بدايتها، حتى في بدايه الموسم لما كان الفريق بيتصدر كنت بقول لك ان توتنهام سيء، توتنهام بيعتمد على الفرديات بتاعه سون وهاري كين، وسون وهاري كين لو ما سجلوش وقتها توتنهام هيعاني معاناه غير طبيعيه، وده حصل وقد تم. انما مع رايان موسم بشوف ان الراجل بيحاول يرجع منظومه توتنهام الهجوميه، احنا بنهاجم بنلعب كورتنا الهجوميه، بنحاول ان احنا نسيطر اغلب الوقت على الكوره، بنحاول نسيطر على الاستحواذ، بنحاول ان احنا نلعب كره من رجل لرجل بكل هدوء، ما بنحاولش ان هاري كين بيسقط يحرك الاثنين اللي على الاجنحه، لا هاري كين عادي بيسقط اوقات واوقات ثانيه بيكون مهاجم صريح بيستنى الكره العرضيه اللي بتجيله من رجلون او بتجيله من تنجنجا اللي النهارده موجود مكان اوريه، وكمان فكره ان انت بتغير اللعيبه اللي بيغلطوا واللي بيضيعوا منك نقاط وقتها الماتش اللي بعديه بتوع بيقعدوا على الدكه زي ما حصلت النهارده مع سانشيز وقعد على الدكه ونزل مكانه توبي الدر فيرد وكان ثنائيه هو ايريك داير، كان الثنائيه نوعا ما كان فيها جامد كتير لولفرهامبتون ووندرز، بس ولفرهامبتون ووندرز بيقدم موسم سيء، كنت ممكن تخاف لو كان موجود راؤول خيمينيز، راؤول خيمينيز بيجيب هدف من نص الفرصه، انما فابيو سيلفا لعيب بيحاول ياخد مكان اكبر بكتير جدا منه اللي هو مكان راؤول خيمينيز، والناس صابره عليه علشان خاطر ما عندهمش غيره هناك في ولفرهامبتون، مع موسم سيء بيقدمه اداما تراوري اللي بيلعب 35 مباراه وبيسجل فيهم هدفين، فوقتها ما تقلقش لو لعبت بخط دفاع سيء لان خط الهجوم اللي بيواجهه برضه سيء، فتعتمد على ان انت تستغل الحماس اللي عند هاري كين ان هو ينهي الدوري كمتصدر قائمه الهدافين، وتحاول ان انت تدي سوم وتحاول ان انت ترجع ديلي الي تاني علشان خاطر ديلي الي اللعيب اللي كان برده منتظر بزوخه من قبل الصحافه والاعلام الانجليزيه جه مع فتره جوزيه مورينيو وبقى سيء، فانت دلوقتي بتحاول انت ترجعه، بتحاول ترجع طبعا جاريس بيل عشان خاطر جاريس بيل جاي لك اعاره ومش عارف هيكمل معاك ولا لا، فبتدي له اساسي وسون وديلي وقدامهم هاري كين 4 2 3 1 جيده في شكلها، حتى اللعيبه اللي وراهم سواء جوفاني لوسيلسيو اللي بيقدم اداء جيد مع المستوى العظيم اللي قدمه النهارده هولبرج اللي انت نفسك ممكن تحكم على تجربه مورينيو وتجربه رايان موسم بالتخطيط عليه او ان انت تبني عليه فكرتك وجهه نظرك. عمرك شفت هولبرج قبل كده كان بيعمل واجبات هجوميه مع جوزيه مورينيو؟ هولبرج تم اختياره مره في فريق الاسبوع الانجليزي، بس مع ذلك علشان خاطر كان بيقدم اداء جيد جدا دفاعيا، انما النهارده بيقدم اداء جيد دفاعيا واداء جيد هجوميا، بدليل ان الراجل سجل للمره الاولى ليه مع توتنهام السنه دي وكمان عمل اسيست، ودي حاجه ممكن تكون المره الاولى في تاريخ هولبرج ان هو يعمل اسيست ويسجل في مباراه واحده، فدي حاجه تثبت لك قد ايه ان لعيبه توتنهام بقوا متحررين هجوميا، لعيبه توتنهام بيدوروا على جيم هجومي وكره تكون في رجلينا اغلب الوقت اكتر ما هم كانوا بيدوروا على الاعتماد على الهجمات المرتده قدام فرق ممكن تكون اضعف منك وفرق تكون في مؤخره الجدول، فدي حاجه انت ممكن تحترم عليها رايان موسم والفتره اللي بيقود فيها توتنهام. توتنهام جاي، توتنهام بيقدم كورته الحلوه، توتنهام بيضيع كتير، توتنهام حتى المباراه اللي خسرها قدام ليدز يونايتد من الاربع ماتشات اللي مسكهم ريان، مباراه شيفيلد ومباراه ساوثهامبتون وليدز والنهارده قدام ولفرهامبتون، اربع ماتشات كسب منهم ثلاثه، والمباراه اللي خسرها كان في جدل تحكيمي على ان كوره هاري كين كانت هدف، وكان في كلام كتير قوي على سوء التوفيق والحظ اللي كان موجود لتوتنهام قدام ليدز، فانا بصراحه مشتري جدا تجربه ان رايان موسم يكمل السنه الجديده، ما عنديش اي مانع. انت عزيزي عندك مانع ان رايان يكمل السنه الجايه وتديله صلاحيات ان هو يدعم خط الدفاع، ولا ما عندكش وفكره ان انت تكمل بمدير فني عنده 28 سنه فكره مش مقبوله بالنسبه لك؟ رد عليا وقول لي بقى يا شباب، معلش لازم ترد عليا وقول لي في الكومنتات عايز تكمل بيه ولا مش عايز تكمل بيه عشان نبقى متفقين كده مع بعض. وطبعا لو استمرار هاري كين السنه الجايه ده انا اشتريت كده